يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتتني السنة الراتبة التي قبل الصلاة فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر التي بعدها، قضاها بعد العصر، فإذا صليتها فلا مانع، لأن الوقت ما هو وقت نهي، بعد الظهر ما هو وقت نهي، فلا مانع. طيب، نعم.